أعلن صندوق تحيا مصر عن تمويل أكثر من 7300 مشروع لتمكين المرأة المعيلة ب 113 مليون جنيه. ويأتي التمويل ضمن برنامج مستورة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان حياة كريمة للمعيلات. ويستهدف البرنامج كل امرأة قادرة على العمل وليس لها دخل ثابت، ويتراوح عمرها ما بين 21 سنة و 60 سنة، ليساعدها على إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل في المجتمع.